بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بمناسبه البحث الكتير على الجزيريه الارضيه التردد بتاعها، فالتردد عزيزي سهل جدا وبسيط، 11.86 على 27500 اتش حبيبي، اللي هو مش عارف هي عمودي ولا افقي، بس احنا بنعملها اتش. الموضوع سهل جدا وبسيط، لو دورت على الشفره هتلاقي الشفره سهله جدا، 11 وبعدها 14 صفر، وفي شفره تانية منتشره وهي 11 وخمس اصفار، وبتحط 11 والباقي اصفار برضو، فالموضوع سهل جدا وبسيط بالنسبه للشفره. اما بالنسبه للاجهزه، في اجهزه كتير جدا ممكن تلاقي المعالجات بتاعتها غير بعض، ممكن تلاقي السان بلس غير الجي اكس غير المعالجات بتاع الاجهزه القديمه. فعزيزي لو عندك اي مشكله في اضافه الشفره قول لي في الكومنتات، واحنا نلحق قبل المباراه نضيف الشفره. الناس اللي واخده الموضوع بمحمل الهزار، وان احنا عندنا في الجزائر هنا القناه دي بنعملها معامله عاديه علشان احنا عندنا بي ان سبورت، فعايز اقول لك ان للاسف الشديد في مصر ما فيش بي ان سبورت كتير في البيوت، لان بي ان سبورت اشتراكه في مصر عالي جدا 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 لدرجه المبالغات، غير ان بي ان سبورت يعني بتعرف كويس قوي ان هي بغصب عنك، اللي هو بتلاقي في باقات بتتعمل وقت البطولات علشان خاطر تدفع فلوس زياده، واحنا من ساعه الدولار معالي وبسم الله ما شاء الله كل حاجه بين سبورت عماله تدينا على دماغنا، فالحاجه اللي انت مستسهلها عندك عندنا احنا بتفرق جدا. لما في ناس كتير تقعد تتفرج على المباراه النهارده على الجزائريه الارضيه، فدي حاجه كويسه جدا ودي حاجه تحترم. قلنا الشابو والريسبكت وشوت اوت للمسؤولين في التلفزيون الجزائري والاحترام اللي هم بيعاملوا منتخب مصر بيه، وعايزين نشكركم تاني وتالت ورابع على الخدمه المجانيه اللي انتم بتقدموها للناس ما تقدرش ان هي تتفرج على مباريات على قمار زي اموس او على يوتيل 16 او على ستار 19. شكرا جزيلا على التغطيه اللي بتعملها الجزائر الارضيه، ان شاء الله باذن الله تعوض في الخير لمنتخب الجزائر، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في القادم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو وهمك انك تروح تدور على الجهاز بتاعك هتعرف تدخل على الشفرة ازاي، فقول لي نوع جهازك واحنا ان شاء الله باذن الله هندور على الحل مع بعض بالتفاصيل.